السلام عليكم، معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. في مراسلات أخيرة استوت، ناس يسألون هل نحن نقدر نشل الإيقاعات اللي موجودة في الاس اكس 900، نقدر نشغلها على الاي 5000؟ طبعا أنت تقدر تشغلهم، ولكن بتشتغل معاك مختلفة. إذا ما كان الدرام كيت اللي موجود في الاس اكس 900 منزل جاي من الشركة، منزل في الاي 5000، ما راح يشتغل معاك بنفس الجودة، يعني بنفس الدرام كيت. بيشتغل معاك بالدرام كيت اللي هو منزل في الـ A5000. ولكن إذا الشركة عملت لك الدرام كيت مال الـ SX900 مثل الباقة، نفس اللي هي الباقة لما أنت تشل الباقة الـ A5000 عن طريق المانجر لياماها المانجر وتنزلهم على الـ SX، لاحظ شو العرب يشتغل معاك كامل اصوات مع درام كيت. ولكن اذا الدرام كيت اللي محطوط في الاس اكس 900 مو منزلينه هنا من ضمن الدرام كيت في الاي 5000، راح يشتغل معاك الايقاع بس على الدرام كيت اللي موجود في الاي 5000. انا بعطيك مثال على ذلك. الحين نشوفوا الفرق. الحين هذا انا اخترت في الاس اكس 900 هذا ايقاع في الدانس اسمه 18 ديسكو. هذا بنلاحظ معاكم مسواي على اي درام كيت. نروح في الشانل، فتح معاك هني، شوف الدرام كيت هني على شو مسواي، على 18 بوب كيت. طبعا ال 18 بوب كيت هذا الدرام كيت مش موجود في ال A5000. لاحظوا معايا في الباقة هني مش موجود هني، اكثر شيء عربي. شوفوا لاحظوا ال 18 بوب كيت هذا مش موجود في ال A5000. السؤال راح يقرا ال A5000 الايقاع؟ نعم راح يقراه، ولكن راح يختار من مجموعه الدرام كيت اللي هي موجوده في الكيبورد ال A5000 اللي جايه من الشركه. كيف؟ اسمع معي الحين. هذا هو الايقاع، انا طبعا سحبته وحطيته في فلاش ميموري ونزلت الايقاع هني، نزلت على اللي هو الـ A5000. شوف 18 ديسكو. اسمع معي هني على الـ SX الأصلي، اسمع كيف جاي، اسمع صوت جاي على الدرم كيت الـ 18، جاي على الدرم كم. اسمع هني على الـ A5000 لأنه مش موجود الدرم كيت الـ 18، اسمع بيقرأ بس على درم كيت ثاني، اسمع فرق. شوف الكيبورد العربي اختار شو ADM كيت، لكن هني شوف لاحظني شوف على البوب 18 بوب كيت. هذا عشان الناس اللي تسأل اذا الدرام كيت اللي موجود في الـ SX 900 ما كان منزل في الـ A5000، ما راح ينقرا الايقاع بنفس اللي في SX 900، راح يختار لك بس بالدرام كيت اللي موجود هني. هذا للتوضيح فقط، بيقرا لك بنفس الـ SX 900 اذا الشركه نزلت الدرام كيت اللي موجود في الـ SX 900 كباقه تنزل على الـ A5000. هذا للتوضيح، وطبعا هذا ينطبق على كل الايقاعات. شكرا.